أنا أرحب باتفاق المعاهدة بين السودان ودولة جنوب السودان، فهذا الاتفاق يعكس الريادة والرغبة في التوصل إلى حل مشترك من قبل الطرفين، وأنا أحيي شجاعة قيادة دولة جنوب السودان في اتخاذ هذه المبادرة. وكما قلت من قبل، إن مصالح هذه الدولة كانت فعلاً على المحك، ولقد آن الأوان لأن تضع حداً لمثل هذه المشاكل.